مجتمعك والناس اللي حواليك. اكيد اكيد. شكرا كثير لك وبيست اوف لك لك تونايت كارمن. ثانك يو سو ماتش تسلمي. ثانك يو سي يو. حتعطينا المايك؟ حلوين منورين ما شاء الله عليكم احلى. وانت منور كمان. اهلا وسهلا فيكم اول شيء بالرياض. اوكي قد ايه حلو الكاربت؟ نايس يعني رائع. انا حبيت اللون كمان رائع ومزوق وارتستيك. اوكي طيب هلا بما انه نحن باسمه الايفنت جوي اووردز، الجوي يعني فرح. أكيد. اوكي بدي اسالكم كل واحد شو الشيء اللي بفرحه؟ انت شو الشيء اللي بفرحك عموما؟ الشيء اللي بفرحني انه اقول انا اكون دائما جنب عائلتي وعائلتي عائلتي بخير. ايه الله يخلي لك اياهم. وانت ما تجاملي قولي له انا اكون جنبي ابوك. بصراحه الشيء اللي بخليني انا كثير كثير مبسوطه أولادك. بعيد عن كل شيء لما يعني بتطلع على حالي بشوف انه انا عم بعمل شغلات اللي انا بحبها كثير. اي بكون رضيانه عن كل شيء عم بعمله مع اولادي مع زوجك مع اهلي ومع حالي ومع عائلتي. حلو. اليوم عم نحتفل عن جد بتوزيع عدد كبير من الجوائز. انتوا صوتوا شيء لحدا من الفنانين المفضلين؟ لا والله لا احنا جمهور. يعني انت واحد من الجمهور. احنا ما بعرف. طب اقول لك مين المرشح للممثل المفضل وتقول لي هلا شو قلت لك ترشح؟ ها اذا بدك ترشح مسابقه لجمهور انا ما دخلني لا تعتبرني جمهور. بس اليوم انت كمان جاي تحتفل مع اصحابك يعني يمكن حدا من اصحابك الفنانين انه يفوز. قديش قديش دائما الجوائز عن جد هي حافز؟ بتسألني إلي شخصيا ولا ايه لألك؟ لا شك بانه الواحد يعني دائما لما بينال استحسان وبيتقدر جهده اكيد هذا الشيء بيعطيه رغبه بانه يقدم المزيد ويسعى للمزيد. بس انا هون بدي اقول شغله. تفضل. بدي اقول انه احيانا هذا الشيء ممكن يبعث للغرور. يبعث كلمه يبعث ايه يبعث ايه على الغرور للتساهل احيانا وممكن ينهي المشوار بسرعة فبيوقعوا في فخ ما يطولوا ما يطول المشوار بقصد. ولذلك أنا أكيد بفهم التقدير بفهم وبحب التقدير بحب أن الواحد عم يتقدر لشيء عمله ولكن بنفس الوقت بيخوف أو لازم الواحد يأخذ حذره منه. أنا اليوم بدي أتمنى لكم سهرة كتير حلوة لسه في إكسبرينيس مستنيتكم لقدام. والله أي والله كتير حلوة فأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. ثانك يو سو ماتش. وبدي أقول شغلة تفضل قول.